نرجع لحديثنا إلى أنه العراق ممكن أن يكون مؤشر أو غير مؤشر. لغاية الآن العراق موقفه يعني غير مشترك في هذه المعركة، نحن لا نتمنى أن يكون هنالك. تدري إحنا منفتحين اقتصاديا الآن، يعني الآن في طور الانفتاح وتوجه دول العالم علينا، دينا نتنفس الآن، دينا نستورد الدولة اللي ما تسلم الأسلاح على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في بطء عملية التسليح. ابتدينا رحنا لفرنسا واخذنا الرافال واشترينا الكاراكال السمتية، ورحنا الكوريا الجنوبية واشترينا دفاع جوي يعني سيتم التحرك بهذا الاتجاه على اعتبار إلى أن العراق الآن أصبح موقع آخر. نحن قلب منطقة الشرق الأوسط، الكيان الصهيوني يريد يثير حرب. شوف راح أشيل لك فتشي، طيني مجال دقيقتين. ياسر عرفات الله يحطك مساحة لك، ياسر عرفات الله يرحمه أشر عندي بالموبايل موجودة اللي يحب أوريها دزليها الفيديو منه شخصيا. قال هذه عملة بعشرة إيجارة، الإيجارة هي عملة إسرائيلية نحاسية. قال إذا تقلبها قلبوها، وقلبها الرجل الله يرحمه. قال هذه عملة حديثة الآن هالسنة صنعت، مرسوم عليها الشمعدان الإسرائيلي وخلفه الطموح الإسرائيلي في الوصول إلى حجم إسرائيل. كل لبنان لإسرائيل، كل فلسطين لإسرائيل، كل الأردن لإسرائيل، ثلثين سوريا لإسرائيل، ثلاثة أرباع العراق لإسرائيل، وربع من السعودية لإسرائيل بما فيها المدينة المنورة. هذا محفور على فلوس الإسرائيلية. زين ثلاثة أرباع العراق من يقصد؟ الإسرائيل. لا أقصد كمحافظات منية. هسه هاي ما أريد دخلك. هو يعني هو رسم الخريطة موجودة على دينياً هم. دينياً العزير لهم. الخريطة مرسومة على العملة الإسرائيلية. يعني مو دا أتكلم من عندي. هاي خريطة مرسومة على العملة الإسرائيلية، شوفها تلقيها يعني عملة نحاس إسرائيلية، وكان شايلها ياسر عرفات. قال انتبهوا على يد الدول العربية لو لا. صح. إذا نحن نتكلم على طموحات إسرائيلية، ولهذا إسرائيل لا تريد أن تنهي الحرب إلا أن ينتهي هذا الموقف. ماكو تهدئة، ماكو صفقة. إسرائيل أبداً، بالعكس تحاول أن يعني تخترق الآن الجانب اللبناني.